احنا في المغرب كنقولوا كاينه العوده وكاينه بنتها، كاينه الجدعه، ولكن ديما الجدعه هي اللي كدوز في داك المعرض اللي كيدوزوا فيه الجدعات باش يختاروا شكون الزوينه. علاش؟ لانها كتكون غايه في الجمال، في الشعر ديالها، في الطوله ديالها، في الديل ديالها. الجدعه البنت اللي كتكون عندها 16 17 عام كتكون بحال الجدعه، يعني عاطيه العين. انت كدي بنتك المهلكه كتعطيها لشي واحد، كتديها عنده كتقول لك هي غير جيبي البنت ديالك، ما كاين مشكل، الدنيا هانيه. يا راه عندها واحد خوها تما كيتربص شي حنش، كيتربص بعيالات عباد الله، وكدي له البنت انت هي مازال فتيه وزوينه وتحطيها له، كدي انت البنت ديالك الغر ديال الحنش، وفي التالي كتقولي البنت ديالي تشنقات مثلا ولا تغتصبات. بناتكم خليهم في الدار وسدوا بالساروت، وخليو لهم التليفون وسدوا بعدا بالساروت. بعدا عرفتي بنتك راه في الدار، بداي تعيطي لها كل 20 دقيقه، عيطي لبنتك ولا نص ساعه، كي دايره بخير، شنو كدا، شنو كطيبي، شنو كديري يا بنتي كدا، وهدري معاها كاميرا باش تعرفي بنتك شنو كدير في الدار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى ما يرام. شكرا لجميع المتابعين الاوفياء لهذه القناه هذه المتواضعه ولهذا العبد الضعيف. باش ما نطولش عليكم اخوتي المغاربه، ندخل في الموضوع ديريكت بدون لغه خشب بحال العاده، حيت ما بقى ما يعجب. كلكم على علم بهذيك الفتاه مسكينه الشابه اللي لقاتها الام ديالها شانقه راسها في السطح. يلا وقع هذا المشكل هذه شي 3 ايام، شابه فريعان الشباب ديالها طلعت مال السطح، لقاتها شانقه راسها في السطح. غادي نفهمكم القصه حيت انا ديجا سبق ليا وهدرت على هذه المشاكل اللي كيتعرضوا لها الشابات، بالخصوص اللي كيوقعوا لهم مشاكل غراميه مثلا مع شي واحد حيت هما مراهقين، وبالتالي ينتهي بهم الامر الى الوفاه عن طريق الشنق. بقى معايا ما تمشي فين الا بغيتي تستافد في هذه الحلقه، حيت غادي تكون حلقه شيقه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكنتمنى الرساله ديالي توصل للعيالات اللي عندهم البنات مازالين مراهقات. جيت هنايا باش نرشدكم ونعطيكم حلول. غادي نمشي معكم دقه دقه خوتي المغاربه باش نفسر لكم ونفهمكم القصه ديال الشابه شيماء مسكينه، الله يرحمها ويوسع عليها يا رب العالمين في هذا النهار. وكنطلب منكم اخوتي المغاربه تهزوا اكم في الدار يديكم العلي القادر، وادعوا معاها بالرحمه والمغفره، حيت مسكينه مشات في الريعان ديال الشباب ديالها، حيت مسكينه ما شافت ما تشوفات. غادي نعطيكم في الاول اخوتي المغاربه الداء، ومن بعد غادي نعطيكم الدواء بحال العاده. ما جاء على لسان الام ديالها، قال لك بان البنت ديالي شيماء كانت كتطلع عند الجاره، كتجلس عند الجاره، حيت قال لك الجاره عندها واحد الولد وحتى هو مراهق. ما كاينش شي زواج ديال المراهقه، راه الطفل راه اللعب ديال الدراري الصغار هذاك، واش المراهق كيتزوج؟ الام ديال هذاك المراهق وعدات البنت وهي مراهقه مسكينه ما كتعرف والو في الدنيا، هو قالت لها غادي تجوجك الولد ديالي، هما جيران ديالهم، وكتطلع البنت كتطلع عندهم للدار ديما بالمباركه ديال خالتها، لان خالتها كتغتنم الفرصه ديال عدم الوجود ديال اختها ديال المين شيماء. مين شيماء كتمشي مسكينه كتخدم باش تجيب لها القوت اليومي هي وخوها الصغير اللي عنده 19 عام، عندها بنت وولد مسكينه، فقدت دابا البنت ديالها اللي كبرات تا ولات عروسه، وفقدتها يعني في التالي تضرب لها كل شيء في الزيرو مسكينه، كتقطع القلب مسكينه. ام شيماء كتقطع القلب. خالت شيماء كان عليها تحضي شيماء، حيت خالتها هي خصها تحضي بنت اختها، حيت اختها كتمشي للخدمه كتخدم، وخالتها كتشوفها كتطلع عند الجاره وكتطلع عند داك الولد هذاك، كان عليها تشدها تلجمها وتقول لاختها راه البنت كتطلع عند الجاره وعندها واحد الولد، شنو مازال مراهق وكذا، ما كاينش شي جوج ديال المراهقه اختي، شدي البنت ديالك انا كنعلمك. ماشي تبدا تفرج فيها، كتطلع عند الناس عند الجيران وهي مازال بنت صغيره، وكتطلع عند هذوك لي سالوبار الفوق، حيت ديك المراه هذيك عندها ولدها سالوبار مكسل في السداري، وكتدخل له البنات كل مره كتجيب له وحده، كيضحك على بنات عباد الله. وفي التالي الام ديالها، الام ديال شيماء الله يرحمها مسكينه ويوسع عليها، فاش طلعت عند الجاره باش تسول في شيماء، قالت لهم فين هي شيماء؟ قالوا لها راه طلعت عند الجاره، وحتى باين شيماء كيشوفها طلعت، وقال لها راه طلعت الفوق عند الجاره، هو براسو كيلعب دور مهم. باين شيماء كيشوفها كطلع عند الجاره وكيتفرج في البنت ديالو مازال مراهقه، كطلع عند الجيران وعندهم دري، عندهم الحنش في الدار. سولات في البنت ديالها، قالت لهم فين هي شيماء؟ قالوا لها راه طلعت عند الجاره الفوق. طلعت لعند الجاره هي الفوق، دقات عليها قالت لها البنت ديالي وداكشي، قالت لها دخلي اختي بعدا نعاود لك شنو كاين البنت ديالك مع الولد ديالي، دخلي نعاود لك. قالت لها راني مزروبه غندخل مع الخمسه ونصل الخدمه، فين هي البنت ديالي؟ ما عنديش الوقت باش تعاودي لي. قالت لها واه غتخلي، دخلي نعاود لك بعدا. قالت لها ما عنديش الوقت، غادي نمشي للخدمه. مشات ما داتهاش فيها، ملي ما جاوباتهاش طلعت للسطح باش تشوف شنو كاين، كتلقى البنت ديالها مشنوقه. الام ديال شيماء مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها دفعت الباب ديال السطح، تفاجات بالبنت ديالها مشنوقه. المشكل فين كاين؟ قالت لك بان البنت ديالي مسلوخه من هنا ومن التحت،
إذن البنت راها شنقات راسها تحت دغطين ما، يعني داك السليخ اللي فيها هو السبب اللي خلاها انها تشنق راسها تحت الضغوطات. والسبب شكون غادي يكون في نظركم؟ انها خرجت من الدار ديال ديك الجاره اللي عندها الولد، اما الولد تكرفس عليها في البيت واغتصبها مثلا الصحه، يعني وفقدت البكره ديالها، وفاش قالت الام ديالها ودي ولدك راه تكرفس عليا، قالت لها انت اللي كتدخلي عندنا، شتاك تدخلي عندنا اختي، اش داك اختي تدخلي عندنا الولد ديالي، انا راه ولد هذاك عنده احساس، ما يمكنش كتدخلي لابسه داك اللباس وغادي هو يبقى يتفرج فيك بنتي. دابا اللي عطى الله عطاه، سيري درد به بطي عند امك، شوفي المشكل، شوفي يا بنتي شكون اللي اغتصبك، راه ماشي حنا. وهذا الشيء راه كيطرى بزاف ديال البنات في المغرب، كيدخلوا لديور عباد الله، حتى اللي فاش كيغتصبهم داك الدري، البنت كتقول لها انت سلقوطه، اغتصبك شي واحد في شي بلاصه وجايه تلصقي ليا في الولد ديالي. هذا الشيء هو اللي يكون وقع لشي ما بلا ما نبقاو ندرقوا الشمس بالغربال. كطلع لعند الجاره عندها الولد، عندها الحنش في الدار، الولد راه تكرفس على البنت، بغى الصحه يغتصبها، لان داك السليخ اللي فيها منين جا؟ راه في البيت بغى يدير لها شي حاجه وكذا، وغتصبها، وفي التالي مسكينه تعقدت وكذا وطلعت للسطح انتحرات حيت ما قدرتش تواجه العائله ديالها بداك الخبر هذاك. تقول لهم انا راني اش وقع لي، اش وقع لي، تقول لهم ما اش داك طلعي لعندهم يا بنتي، انا كنخدم عليك، كنمشي نجيب لك القوت اليومي، وانت كتطلعي بالاخباري لعند الجيران، ودابا فقدتي البكره ديالك، ودابا ضيعتي راسك والشرف مشى، وخافت لاباها يتكرفس عليها يضربها، حيت هي مراهقه، البنت مسكينه مراهقه، شيماء مسكينه الله يرحمها ويسع عليها، بنت مراهقه خافت على راسها من الاب ديالها يضربها، حيت وقع لها مشكل وقيله مع داك الشاب هذاك، وقع لها شي مشكل هي وياه، اما مثلا اغتصبها ولا شي حاجه تماك، ما يمكنش هي غير هكاك غادي تشنق راسها، ما كاينش يعني شي دخان بلا نار، ما يمكنش يكون دخان بلا نار، راه كلشي باين، كلشي المعطيات عندنا، كطلع عند الجيران والجيران عندهم ولد، والجاره قالت الام ديالها دخلي نعاود لك شنو وقع لبنتك مع ولدي، القضيه فيها مشكل كبير، يعني وقع لها مشكل مع الولد، داكشي باش طلعت مسكينه وشنقات راسها في السطح حيت خافت، لا تهبط الام ديالها تقولها لا وباها غادي يضربها، هذا هو اللي كاين، هادشي اللي كاين، كلشي واضح، هادشي اللي كاين. ما هي الحلول التي يجب علينا ان نتبعها لكي نتجنب مثل هذه المشاكل؟ الانسان اللي كتكون عنده بنت خصو يحضيها مزيان، يراقبها مزيان، ما كانش انا راني كنت عند الجاره، ولا راني كنت عند من الجار، ولا راني طلعت لعند الجاره راه بحال اختي، ولا نمشي للخدمه وندي البنت ديالي لشي جاره نقول لها جلسي تماك حتى العشيه، اجارتي العزيزه هي البنت ديالي عندك، تجلس معك دير معك الشغال وتجلس معك تونسك حتى العشيه ان شاء الله. هاد النهار غدا بعدو السيمانه الاولى السيمانه التاليه ديك الجاره كتبدا تفكر في مسائل اخرى تجاه البنت ديالك، اما بار اكزومبل كيكون عندها واحد اختها وما كيكونش انت في خبارك هاد الشيء حيت كتحطي لها البنت مع الوحده، النهار السالوبار كيجي مع الجوج هو حيت كيسيق الخبر ان كاينه شي بنت كتجي ديما كتردد على الدار ديال اختو، هو ما عنده ما يدار، عنده 19 عام ولا 20 عام، كيجي لعند اختو في ديك الوقيته اللي ما كتكونش تما الاخت ديالو مشات للمارشي ولا الكدا، كيدق في الدار كيقول لها حلي لي يا راه اختي صيفطاتني نسات الساروت ولا، وكيدخل عند اختو للدار كتكون البنت تما، وكيبدا يجبد معاها الهضره هذا النهار غدا، وفي التالي كيغتصبها بلا خبارك انت منين كتجي، ما عمرك تصادفتي مع داك السيد تما، حيت ما كيكونش، حيت هو ديما كيشكى حاديك، هو ما يمكنش تشوفيه، انت كتحطي البنت في الوحده هو كيجي مع الثلاثه، انت كتجي تريكيبيري تدي البنت ديالك مع السبعه، هو الخمسه قضى الغرض ومشى بحالاته عمرك تشوفيه، في التالي منين كيوقع للبنت ديالك شي مشكل ما كتعرفيش شكون هو المغتصب حيت ما عمرك شتيه، ما عمركم تعطيو البنات ديالكم المراهقات اللي عندهم 16 17 عام، ما تعطيوش الاولاد ديالكم للناس اللي ما كترتاحوا لهمش، اللي ما عندكمش يعني تجاههم واحد الاحساس بالراحه، دوك الناس هذوك كتشوفوا عندهم شي سالوبار تما ولا عندهم مشاكل اصلا ديجا بيناتهم في الدار، وكتزيدوا كتجيبوا الولاد ديالكم كتحطوهم تما، الناس اللي ما كتحسوش بالراحه تجاههم، يعني دوك الناس هذوك ما كيدخلوا لكمش في الخاطر ديالكم، ما تعطيهمش الولاد ديالكم. منين تبغي تعطي البنت ديالك لشي مراه مثلا تجلس معاها تجي انت من الخدمه، حاولي تكوني كتعرفي ديك المراه مزيان، مثلا خصك تذكري معاها لواحد المده طويله بلا ما تحسي هي، هادو من الحيل اللي كنوريكم دابا، بعض الحيل اللي كنوريكم، ملي تكون كتعرف شي واحد وكذا ما عمرك توريه في الاول الاولاد ديالك، ما يكونش كيعرفهم منين تعرف عليه وكذا، الجوره كي كنقولوا حنا، سير غير انت بوحدك تبقى تمشي عندو وتهضر معاه وكذا وتحاور معاه، خصك تعرف الاصل ديالو منين، وتعرف الماضي ديالو، وتعرف الراجل ديالها شنو كان كيدير، الماضي ديالو، الاولاد ديالها كيفاش دايرين، يعني الماضي ديالهم كيفاش داير، واش كاين شي ولدها حشايشي سكيري، واش كاين شي ولدها مريض مرض نفسي،
واش عندها واحد خوها انت ما كتعرفيهش كيجي عندها من شي بلاصه مثلا من الخميس للخميس؟ حيت حنا عندنا في المغرب كاين بزاف ديال العائلات كتقول لك راه خويا هذا جاي ياكل معنا كسكسو بالجمعه، كيسكن في المدينه لتحت وكيطلع من الجمعه للجمعه كياكل معنا كسكسو، كيكون مريض مرض نفسي انت ما كتعرفيهش، حيت كتمشي عندهم انت غير الاثنين ثلاث الخميس مثلا، الجمعه كيطلع داك خوها، خوها الجمعه يغتصب لك البنت. سولوا الناس مزيان وهضروا معاهم مزيان وعرفوا الماضي ديالهم كيفاش داير والعائلات ديالهم الانطوراج، واش كاين شي خوك اختي كيسكن هنا قريب حداك؟ واش كاين شي ولد عمك هنا اختي؟ واش انت من هنا ولا من وجده؟ الا كنتي كتسكني في فاس مثلا، انت منين الاصل ديالك؟ من الرباط؟ اه من الرباط. ما عندكش العائله هنايا مثلا في وجده؟ لا لا ما عندي لا عائله لا حتى شي واحد، عندي واحد اختي مثلا كتسكن مثلا في كيك. بغيت نفهمكم ونفسر لكم اخوتي المغاربه، خص يكون عندكم دوسي شامل ديال دوك الناس هذوك اللي كتكونوا كتمشيو عندهم وكيجيو عندكم للدار، حيت ما بقاتش الجوره بحال بكري، ما بقاتش ديك الثقه ديال بكري، البيبان محلولين، دخل عندي دخل عندك. خصك دابا تعرف مزيان مع من كتمشي، خص يكون عندك دوسي شامل على دوك الناس وكتعرفهم واحد المده طويله مثلا باش تثق فيهم، ماشي من هذا النهار لغدا تعرف انت واحد الجار يلاه سيمانه وتمشي تدق عليه تقول له هاك الولد ديالي راه غادي نمشي خدامه، هي المره غادي تجي مع 12، تجي تلقى الولد ديالك اغتصبوا، ردوا بالكم مزيان لما كتعطيوا الولاد ديالكم. خير الكلام ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه، الله يهدي ما خلق الله يهدي الجميع، كنتمنى ليله سعيده للجميع، الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.